الوالده كان الله يسمح لي منه صعيب باقي دابا انا خدامه تبعاني كتخسر لي في القشوع وتعاود تجمع مورايا والكاستينغ كيفاش كان كيك ديزاين وداك الشيء واعر تما صراحه كان شي مزيون. الدراري اللي كانوا معايا قلت لهم صافي يلاه بحالنا ما غندخلش, قلت لهم داك الشيء اللي تما داخل انا ما نبانش معاهم فهمت. صبات داك الشيء شويه من حاجه طحنته مع بعضه مسكه ما عرفتش واش كتطحن ولا لا, طحنت حتى هي وخلطت مع الجينواز وطلعت مزيونه الصراحه, طلع فيها مذاق الصفرين ما كنفكرش في الفينال. مي بريم نولي كنقول مصطفى غوزان الثاني مصطفى غوزان الثالث ماشي توصلت الفينال. حليمه الفيلالي صار ملي جاتنا عندي انا خلعتني صراحه والله لحد الان انا كنفتش على شي كومونتاري وخايب ما كنجبروش. الحاجه اللي عجبت الناس هي البساطه في الخدمه وفي الهضره ديالي, كنهضر بعفويه كنهضر بالشماليه ديالي ما كنبدلهاش ما كنصنعش, هذا الشيء اللي عجبهم فيا بزاف. اللي حصل على لقب احسن باتيسيي المغرب هو عبد الحكيم. عبد الحكيم عقا ولد مدينة تطوان 22 سنة, قريت في مدرسة إسبانية خاسينتو بينافنتي, وملي وقفت مدرسة مشيت خدمت في سنتر دابيل, والهواية ديالي هي باتيسري وكورة والرسم. اكتشفت الباتيسري فيا كنت كنجلس في الدار كنبقى نشوف انستغرام ويوتيوب الناس كيعدوا الحلوى وكيعجبني صراحة كيعجبني الدومين, وبديت كنبحث فيه حتى واحد مرة قال لي خاي صغير خصني عيد ميلاد من الطرطة, قلت له صافي زعما نتشجع نمرطا كنت كنعمل أول حاجة كنت نعمل كيكات وديك الشيء صغير لا كيكات كيصدقوا لي, ولكن باش نعمل شي كريمة عمري خدمت الكريمة. سحب لي الكريم فريش هي المورينغ, سحب لي المورينغ ميرينغي سحب لي كطلع بالبيض بيضات والسكر ديك الشيء عملت أنا. ملي عمرت بها كاطو ديك كيكة شربت ديك البيضات ودي طاحت مشيت الصباح باش نجبر جبت ديك الشقة صح وما بقاتش كريمة صافي عاد مشيت كنفتش عاد عرفت بلي كاين كريم فريش كاين بزاف د الكريمات والباتيسري بحر كبير وفي ديما الجديد وديك الشيء صافي بقيت كنبحث وتعدد له مرة أخرى عملت له طرطة مزيونة عجباتها. الوالده كان الله يسمح لي منه صافي باقي دابا انا خدامه تبعاني كتخسر لي في القشوع وتعاود تجمع مورايا كلشي كان صراحه كيدعمني كلشي كيقول لي كمل هاد الدومين مزيان وهاديك حيت صراحه ما ماشي شي دومين نقي وفيه الابداع ماشي حاجه بحال الفنان كتخرج شي كاطو مزواق وفيه الابداع ديالك حتى هو كيتسمى فن. من غير باتيسري كان مثلا العراسات باستيلات غير بالماكله هادشي اللي كان عند الباستيلات الجاد مبخر واللحم برقوق كان عند لهما مع الصحاب وصافي. كنعرف في الطبخ ولكن ماشي محترف ما كنتعمقش فيه بزاف. انا شحال هادي كنت كنتمنى يكون شي برنامج في التلفزيون ديال الباتيسري كيكون غادي الطبخ. ملي جات هاد الفرصه للعام الاول ما قدرتش كنت خدام وكانت كورونا كان بزاف العواقب ما بقاش نتنقل بين مدينه حتى ملي شفت التلفزيون كان جازت كان بدا بريم الاول, ومن جا العام الثاني كنت جالس انا والوالده وشفت قالت لي تفاعلوا ما نعرف يجيب الله التيسير صافي صيفطت لهم قبلوني. ملي قبلوني قالوا لي بلي تجي عندنا نقوس كاستينغ قالوا لي جي في داكشي اونتخوميا ولا كاطو المهم اللي غيدوقوا نجله التحكيم ولا غيصوروا معايا تما. ملي مشيت انا فكرت كنت ندي غير شي كيك عادي قلت ما شفت الفيديوز اللي عاملين فاش بعض الناس كيجيبوا بزاف الحاجات مزيونين قلت نعمل اونتخومي صغيره اش صعيبه باش ديام تطوان تن كازا وما يوقع على حتى شي حاجه خاصها تبقى بارده. المهم ديتها وصلت بخير ولا خير احتفظت عليها مزيان توصلتها. ملي وصلت تما ملي دخلت كنجبر الناس شفتوا الكاستينغ كيفاش كان كيك ديزاين وداك الشيء واعر تما صراحه كان شي مزيون. الدراري اللي كانوا معايا قلت لهم صافي يلاه بحالنا ما غندخلش, قلت لهم داك الشيء اللي تما داخل انا ما نبانش معاهم فهمت. مع ملي دخلت تسجلت عاد كنشوف بلي كاين الكاميرات وكاين خاص تقوز تهضر معاهم هادشي انا عاو ما عنديش معاه مره صافي قالوا لي صافي غير زعما جينا ما تقبلتي ما تقبلتيش تجربه قوس تدخل عندنا جلة التحكيم عجبهم الكاطو بزاف ديك البساطه ديالو والفينيسيون متقونه والمذاق عجبهم بزاف
وتقبلت في الكاستينغ. يعني ما كنتيش متخيل راسك غتصغر مره، حيت داكشي اللي كان تما راه شي حاجه واعره بين تختات بين ديك الناس هذوك، راه شرف لي اللي غاب نقوز غير الكاستينغ. دخلت اول مره نخدم مع الناس بالكاميرات، وخصك تهضر مع الكاميرا، ومشي نقوز عندك نجله التحكيم تهضر معاك. هادشي كامل ما كنفكرش انا فشني نخدم، كنفكر فيه هما ونسيت كامش ني نقول لهم واش شي تسحب لي شي داكشي تقدر زعما الا خطيتي تقدر يعاودوا معك، تسحب لي داكشي يكون بحال لي مباشر. ايوا صافي جاون عندي قوس ديك الاوليه، قلت الحمد لله ما كان انا خدام اللي جا عندي نجل التحكيم هضروا معايا صافي. مي مشاو سحب لي صافي ساليت. عاد ما جا عندي الكاميرا خصها تقول لي كي جاز الباساج اللي شاف بغيت كنهضر معاهم. وين كانت الحمد لله مزيان، وهما لا هما ما كانش عندهم معايا مشكل حتى مشيت من البلاطو. البلاطو يعني كان عندهم معايا شويه بين الهضره ما كيعرفوها شي كيبقاو يسقسيوني وداك الشيء. اش خاصك اخي عبد الحكيم؟ شني خاصك؟ 14 غرام تكتين. 14 غرام الكمونه. اه هي هذه 14 غرام اكثر ملي كنعطيهم البند الروسيطه لي زانغريدو اللي يجيبوا لي كنحرف لهم معاه. كنقول لهم كنكتب لهم بسبانيول عشان فرنسي ما عنديش معاه صراحه، ما كنعرفش فرنسي بزاف. نقدر نقرا ورقه لو سيت نقراها فرنسي، ولكن باش نهضر ولا نكتب بها ما كنعرفش فيها بزاف. قالوا لنا عدلوا لنا كاطو بمذاق الشباكيه وواحد بالصفوف سلو. هادو اللي جاوني صعابين بزاف، حيت ديك لي زانغريدو العربي صعابين باش فيها، باش قلت عيني ميزاني اش ما كنتش عارف كيفاش نميز بيناتهم، فهمتي؟ باش توازنهم مع بعضهم وتخرج بهم واحد الكاطو صعيبه بزاف. دابا عيني ميزاني كتسمى استعملتها في ديك الشيء بالضبط، حيت ما غنعرفش نوازن بيناتهم، حيت ما عرفتش شحال عملت مسكه، ما عرفتش شحال صبات عندك شي شويه من حاجه طحنتو مع بعضو. المسكه ما عرفتش حتى واش كتطحن ولا لا، طحنتها حتى هي وخلطت مع الجينواز وطلعت مزيونه الصراحه، طلع فيها مذاق الصفوف. نقول ام صافي انا لو كيكات الصفوف هاد العام كيتشوفوني كيقول لهم شي عقلهم مستريسي، ولكن انا من داخل مستريسي. كتسمى كنت كنكون مخلوع وكنحدي الوقت، كنشوف اللي معايا وفين وصلوا، كنزيد ستريس ما كنبيناش، كنخاف بقى عندي حتى كنسالي عاد كنشوف واش صادقه ولا ما صادقه. الا ستريسيت ما غنكملش، غنوقف ما كنفكرش في فينر. مي برايم نولي كنقول مصاب غوزان الثاني مصاب غوزان الثالث، ولا ماشي توصلت الفينر يعني ما كنتش متوقع الفوز النهائي. لا حيت اللي كانوا معايا صراحه هما كيخدموا ومجتهدين، وصعيب باش راهما تخطروا بين 2000 واحد وانا معاهم ماشي ساهل. عبد الحكيم بالطابليه الزرقاء من بعد ما تالق خلال كل التحديات وقدر يقنع لجنه التحكيم بها. فرحت بزاف حيت ثالث مره غنديها وغنقوز بها الفينال، هذه ماشي شي حاجه سهله. وملي دقوا لي شافوا وعجبهم الديكور وعجبهم المذاق وعجبهم الفكره باش خدمت وطريقه باش خرجت داكشي كامل، صافي ثقت في راسي ساعتي قلت نقدر ندي اللقب. اللي حصل على لقب احسن باتيسيي المغرب هو عبد الحكيم. اول حاجه جاتني ديك شهرين لي غوزنا تما بعيدين على الدار، وكنخدموا كون نهار ستريس، كنخرجوا الساعه 6 الصباح وما نجيو حتى لواحد الليل، كنخدموا النهار كامل وتماره. وفي الاخر ديت اللقاء فرحت بزاف، وفكرت في الوالدين ديالي وصحابي واخوتي اللي كانوا كيساندوني، والناس اللي كيصيفطوني الميساج كيقولوا لي كمل وكومونتاريوس مزيونين. فرحت بزاف ملي ما خيبتهمش الظن ديالهم فيا صراحه والله. لحد الان انا كنفتش لشي كومونتاريو خايب ما كنجبروش، غيجيبوا لي العائله ديالي ولا انا والو مقطع الشجره يبغى المريم هنا والو. الحاجه اللي عجبت الناس هي البساطه في الخدمه وفي الهضره ديالي، كنهضر بعفويه، كنهضر بالشماليه ديالي ما كنبدلهاش ما كنتصنعش، هذا الشيء اللي عجبهم فيا بزاف. هي اللي شاركت عندي معهم علاقه مزيانه، واخا هما تما ما كيعطيوكش وقت بزاف باش تهضر معاهم، ما كيبغيش يعمل معاك علاقه باش ما تبانش بلي كتعرفهم ولا شي حاجه، حيت اذا وقف معاك بزاف بنادم غيقول هذاك كيعرفو ولا شي حاجه، وكيعطيك
قد السؤال ديالك سقسيتي كيجاوبك صافي ما عندكش تاخر تسالات البرنامج وهضرنا معاهم وداكشي صراحه صار جوج بيوم شاف بوشرا وشاف اسامه صراحه العمر اصلها حليمه الفلالي صار ملي جاتنا عندي انا خلعتني كنت خدام انا كنت كنعمل ديك البسكوي بالمذاق تسلو قالت لي انا خصني ندوق سلو وهما كاملين كانوا خدموا سلو انا ما بغيت نبدل قلت لها انا ما عملش سلو عمل داكشي اللي كيكون في سلو عملو في البسكوي وعمل كريمه د بيستاج قالت لي ما كنظنش بلي البيستاج بلي غتصدق لك حيت البيستاج قوي غيغطي لك على المذاق قالت لي كنتمنى توفق في هذا التحدي صافي خلعتني شي حاجه ولكن ما استرجعت كملت وساليت وملي ذقته عجبها بزاف قالت لي الصراحه كندوق المذاق تسلو في الكاطو وعلى حسب الكومنتار اللي كيوصلوا له هذيك عرفتي الناس جني كيجبنت له صراحه هي عمر سلعه والدومين ديالها هي في العربي عليها هي جابوها في النهار اللي كان العربي الحاجه اللي استفدت منها هي الثقه كنثق في راسي دابا ما بقيتش بحال اللي كنت في الاول ما قدرتش نهضر مع الكاميرا ما قدرتش حتى الناس شي واحد براني يجي يهضر معايا ما كنقدرش نجاوبو كنحشم منه هذيك دابا شويه عرفت نتعامل مع الكاميرا وكنعرف نتعامل مع الناس وحتى في الخدمه نقدر نخدم في الوقت قصير نقدر نخدم على الضغط تحت الضغط نقدر نشبر كوموندات كبارين ونقدر نخدم بالباتاسوك حيت ما كنتش كنخدم بها مره اول مره نخدم بها هي تما اكتشفت في راسي حيت ما كنتش كنزعم في الدار ما كنتش كنزعم نخدمو تما جبرت كلشي كاين ماتريال كاين عرفت بلي كاين بزاف الحاجات نقدر نعدلهم واخا ما يكونش شي ماتريال كبير ولا شي نقدر نخرجهم باي حاجه النصيحه ديالي للشباب هي اللي عنده شي فكره ولا اللي عنده شي هدف في حياته يخدم عليه حتى يوصل له عشان كان الحلم ديالي نخدم نشارك في شي برنامج وملي جا ما ضيعتوش فرصه ما ضيعتهاش والحمد لله انا ديت اللقب بالفكره اللي كانت عندي والطموح ديالي الجائزه اللي كانت البرنامج كانت ما جائزه كاين هاد التروفي هذا كتشوفوا هنايا وكاين واحد الكتاب اللي غنكتبو انا وشاف مغاربه اللي يعاونوني فيه وجائزه حتى هي ماليه العروض لحد الان باقي ما كاين حتى شي حاجه حيت دابا هلا تاع البرنامج باقي ما وصل لي حتى شي حاجه ان شاء الله في المستقبل يكون شي حاجه ان شاء الله ملي كان صغير كان عنده هذه الموهبه ديال لاباتيسري اكتشفناها في الاعياد الميلادات مثلا ديال شي واحد من لافامي او لخوتي او لا ولد خاي مثلا كنخدم لهم لي طارت ديال لي كاطو ديال عيد الميلادات اكتشفنا في هذه الموهبه هذه كلشي شجع خوتي الاب ديالي الام ديالي العائله لافامي كامله كانوا كيتصلوا بينا طبعا فخوره مثل مدينه تطوان شرف مدينة تطوان شرف بالمغرب كامل من ناحية ديال السلوك ديالو الأخلاق ديالو ولا الطموح ديالو كيعطي واحد الأمل للشباب المغاربة أنهم يكافحوا اللي عنده شي طموح غادي يوصل له بالكفاح والعزيمة وكنتمنى له مسيرة موفقة ويمشي في هذا المجال بعيد لأن مجال رائع جدا مجال ديال فيه الفن فيه الإبداع كان مفتخرة به طبعا كنت فخورة به لأن كيشتهد حلقة على حلقة كيبين قدرات دياله كتر وكتر وكيعطي كتر وكتر وتبارك الله كانت نتيجة رائعة وهو أنه أحسن باتيسري لسنة 2022 شكرا لكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.